وصلنا القسم المفضل عند الأطفال، الألعاب. قسم الألعاب وغرف الأطفال، هذا القسم المحبب. وإيش كد كيوت هذا لولي، عنده مثله كلش حلو. هاي الدببة، وين راحت لولي؟ السلام عليكم أعزائنا المتابعين. طبعا اليوم وصلنا الكية البسويت مع الأثاث، يعني وغرف نوم الأطفال والكبار، وهاي تجهيزات البيت. إحنا هسه هاي باركيرينج، طبعاً باركيرينج بيخاص أبو هنا مع شحن السيارات، اللي سيارته كهربائية، هذا هو مركز تسوق يعني كبير. صراحة نفوت وصلنا القسم المفضل عند الأطفال، الألعاب. قسم الألعاب وغرف الأطفال، هذا القسم المحبب. وإيش كد كيوت هذا لولي، عنده مثله كلش حلو. هاي الدببة، وين راحت لولي؟ وارد لولي، لولي نامت. لولي راح تنامين يا بابا، جود نايت. هاي خلينا هنا غرفتنا وكم قمر لولي. يلا تعالي وياي. اوه مثل هذا الباندا لابتوب، بس هذا مو لابتوب يعني، بس شيء مثل اللعبه. اوه لابتوب. يلا خلص هسه احنا جايين نلعب، يلا نختاركم غرف. كم يلا اي اكتلوا لي. كم دانيال ماما بسكا جو. ها نفرون يتعب عيلو لي، وريني شنو هنا اكو. واو ادوات التلوين والصباغه. اوتيغا يا لولي تعالي طلعي من هنا، تعالي. هاي لولي طلعي منك. يس باندا يلا تعالي نشوف. شوفي هنا لولي كلش حلوه هاي الغرفه. اكثر شيء ماما تحبها. ايه انا احب كل شيء صراحه، انا من اجل الايكيا يعني لازم ابقى يوم كامل هنا. انها سفره الطعام. شو تاكلي لولي؟ اكل بيتا اوريز. واو سفره جميله، وهذا مطبخ كامل. انا جدا جميل. وصلنا للقسم المفضل اللي هو قسم غرف الأطفال. قسم غرف الأطفال راح نشوف دانيال ولولي محتاجين يبدلون غرفهم. كلش حلو يا لنفي. يا جو سيور. يخلوها هنا على شكل مخاديد، يعني شويه اكبر من انها تكون لعبه، وما يخلوها بالسرير مال الطفل يعني انه ينام عليها يحضنها. وهذا اكزامبل على غرفه اطفال، يعني اللي ما عنده فكره يقدر يقتبس فكره من هنا شلون يفرش الغرفه مال الاطفال. هذا آه حلو الجدروب. هذا كلش حلو، انا عندي منه بالبيت، اشتريت منه بس على اكبر باللون الابيض، يعني يلم كل شيء، الالعاب ليجو. هذا كلش حلو. بيت لعاب، بيت الباربي. تمام نشوف هذا البدروب نقدر نشتريه يعني، بعدنا ما متاكدين. هما كان عندهم اختيارات كثيرة بس هالمرة ما لقيت عندهم صار. وعندنا هاي الغرفة
جدا جميلة، غرفة الرضع تفاصيلها حلوة. يخلون كرسي هذا طاعة، غرفة الأطفال، هذول الثريات جدا حلوة تفاصيلها، مش ما أعتقد تبين بالكاميرا. هاي غرفة الأكبر، يعني عمرهم لحد 12 سنة أو 12 سنة 10 سنوات. هنا فوق السرير والتحت مكان اللعب، طبعا هنا مكان خيمة، ألعاب كلها خشبية. الإيكيا دائما نسوي ألعاب خشبية لأن أحسن مفيدة للأطفال. هذا قطار إيكيا الشهير، هو هناك قطار إيكيا. هاي أغراض تبع لعبات، هاي غرفة. كلش حلوة، حلو كلش. لولي تلعب. لولي وينك؟ وينك؟ وياتها لولي. خلاص راح تعيشين هنا بعد؟ وتجين ويانا؟ كلش حلو، عجبني الديزاين، يعني اللي يريد ياخذ فكرة شلون ودانيال هناك ويا جابرييل. يعني اللي يريد مثلا ياخذ فكره بيته صغير شلون يفرشه، يمكن يجي على الايكيا وياخذ الفكره منهم. شلون هنا غرفات كبيره يعني وكافيه للاهل كامل، يعني الاهل كلهم كاملين. لولي ما تقدر تصعد لان ممنوع. اي ممنوع. يلا تعالي ماما دروح. لا ما يصير، ممنوع. يلا تعالي ماما دروح.
وهذا المطبخ. طبعا هذا التجهيزات كلها من عندهم، تقدرون تاخذون كلها من عندهم، ثلاجة وكل شيء. وحتى تجهيزات البالكون انا ما انتبهت، قال لي ابو لولي باي يعني هذا بالكون، هي شقة كاملة من ضمن الشقق الصغيرة، يعني اللي عنده شقة صغيرة ياخذ افكار منهم. هذا البالكون عود، وهاي شقة ثانية يعني الشباب، هاي اكثر شيء احسها، هاي غرفة يعني شبابية اكثر تحسها، كلش حلو. عجبني الصور، كلش عجبتني الصور، احسها كلش حلو. وهنا الكتب يعني شبابية بالنسبة 16-18 سنة، يعني والبالكون خلي بيه شيء كلش حلو، اني يعجبني شيء ستايل يعني مريحة. اوكي هنا شقة ثانية، هذا هول، هذا مطبخ، كل شيء يجي عندهم جاهز يعني المطبخ وكل شيء. واحد ما يشتري من هنا الأثاث ومن مكان ثاني مطبخ ومكان ثاني، لا كل شيء من عند الإيكيا. خليكم ويانا متابعينا، نكمل وياكم فلوق بغرفة الأطفال. سلولو تسوينا آيس كريم. Thank you, Luli. I believe Kia. Thank you. Oh, Luli put ice cream. إحنا قسم الرسم مع الأطفال. هاي الألوان المائية والعادية، الصبورة أو لوحة الرسم، كل أشياء واحتياجات الرسم للأطفال. طباشير، ألوان، راح نوديكم على الفراشات. هاي المواعيد وقلاصات، طبعا الرخاص بلاستيك كلش ممتاز، 6 جنيه يعني 3 دولارات اقل تقريبا. هنا البورن ستول، كراسي الاطفال، هذا ب 1500، لا هذا 900، هذاك 85 دولار تقريبا. هنا الفراشات والغطاء، هاي اللي يعني الفوطة اللي حتى ما يوسخ ملابسي، أنواعكو هذا هم صغير.
خلص هنشوف ويا بابا ما دام تريدها الا تريدها. وهنا شوف كيلة. وهذه كانت جولتنا اليوم، خلصنا ايكيا وهذا الخروج هنا. ويخلوا لك كم شغلة خاف نسيتها. طبعا اللي يدخل ايكيا ينسى نفسه. هذاك المكان اللي هناك ب 50% كل الغراض اللي ما يشتروهم من العالم، يعني مو ما يشتروهم، يشتروهم ويرجعوهم، تلقوهم هناك بنص السعر، يعني قيمة مخفضة. أثاث، يعني كل شيء كل شيء كل شيء اللي هنا ينباع يتراجع هناك وتاخذوه أنتم بنص القيمة. وطبعا هنا كل الشغلات الثقيلة اللي ما تقدرون تاخذوها من أماكنها بال تلقوها هنا بالرفوف على مود هيجي نكتب بالورقة والقلم. كل رف عنده رقم وتجي انت ديركت للرف تاخذ الغراض اللي انت تريده. واتمنى تكون عجبكم، يكون عجبكم الفيديو، عجبكم الفلوج. لا تنسونا بلايك سبسكرايب، نحبكم هواية ونتمنى انه تستمتعون بالفيديو. اذا يعجبكم هيجي فيديوهات لا تنسونا بلايك سبسكرايب، تعليق دعمكم يفيدنا هواية. شكرا حبايبنا، لا تنسونا بقنواتنا، تابعونا ودعمونا مثل ما تعودنا عليكم. باي.